الشباب السوريين، الشباب السوريين مساعدة الأهالي برفع الأنقاض بعد الفيضانات اللي ضربت المنطقة. الشباب السوريين مساعدة الأهالي بعد برفع الأنقاض. اليوم الخامس على التوالي الشباب المنازل كثير كثير مضر. الشباب السوريين مساعدة الأهالي برفع الأنقاض المنازل المضر. حقيقة المنطقة منكوبة، البلدة منكوبة بالكامل. الشباب السوريين مساعدة برفع الأنقاض في نفس الشملة. Ja, die Leute helfen uns super. Es wird alles bestens. Danke für die große Hilfe. Bitte, bitte. Bitte, gerne. أستاذ موفق النصار كمان معنا جالية سورية. طبعا دعانا ولبينا الدعوة. تحية لكل الشباب السوريين طيبين، أصحاب النخوة، أصحاب الفزعة. جدي بس نودع. والله على المرمجان. والله ترفع لكم الطبعة على المساعدة على النخوة. الله يسلمك. الناس مضرة كارثة أكبر ما تصور. يعني الطوفان غامر الكريم غمر. حتى إذا في حواليكم عالم، في عالم بيجي عالم مشتغل تساعد الناس. شكرا لتنسيق الجالية السورية عم تنسق الشغل كامل الشباب. شكرا لكم، مشكورين شباب، الله يعطيكم العافية. الله يعافيك.